في خطابه التأبيني الأول خاطب العالم، أكد فيه على السياسات الراسخة وعلى حرية التعبير أيضا بأنها مكفولة. في خطابه الثاني بعد فترة الحداد الوطني التفت للشأن المحلي، الإصلاحات التي أكد عليها، وبالفعل بدأ من القمة. ولعل أبرز ما لاحظناه إصلاحات متعلقة بشؤون القصور السلطانية، كبار مسؤولي الدولة، إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الشركات الحكومية. فهذه التغييرات التي تمس مفاصل الاقتصاد وكلها تصب في رؤية عمان 2040 هي الأساسيات التي يركز عليها السلطان، والتي نراها من خلال القرارات والتوجيهات التي تصدر بصورة متدرجة. وهذا ما كان متوقع بعد الخطاب الثاني للسلطان هيثم، أن نرى الآن الأفعال، لأنها مرحلة مختلفة في عمر السلطنة. لعل المرحلة الأولى في زمن السلطان قابوس رحمه الله كانت مرحلة التعلق بأب حنون يحتوي الطوائف. الآن نحن في مرحلة انتقال لتقدم بدولة عصرية قائمة ليست على حكومة الفرد أو الشخص الواحد، بل هي مجموعة أفراد كيانات مختلفة. وهذا ما لمسناه في توزيع المهام وتخلي السلطان هيثم عن عدد من المناصب التي كان يشغلها بحكم منصبه كسلطان للبلد.